كيفاش يخدم علاج فيروس المناعة البشرية في الجسم. العلاج المضاد لفيروس VIH يستعمل مزيج متاع دويات مع بعضهم قادرين يمنعوا الفيروس أنه يتكاثر، وهذا يخلي كمية الفيروس في البدن هابطة ويخلي جهاز المناعة قوي. الأدوية هذه ما تقضيش على الفيروس نهائياً، لكنها تخليه تحت السيطرة. برشا ناس يولي الفيروس ما عادش يظهر في تحاليلهم، وهذا معناه اللي هو موجود في بدنهم بكميات صغيرة برشا، لدرجة أنه ما يأثرش في صحتهم وما فما حتى خطر من أنهم يعديوا. تحليل كمية الفيروس هو التحليل اللي خلينا نتأكدوا من هذا. أهم حاجة هي أنه الإنسان المتعايش مع الفيروس يواظب على الدواء بالضبط كما كتبه له الطبيب، على خاطر كيف ما يخدش العلاج متاعو، كمية الفيروس باش تعود تطلع في البدن. بلاش دواء الإنسان المتعايش مع الفيروس ينجم يمرض، على خاطر جهاز المناعة متاعو يضعف مع الوقت بسبب الفيروس. الطبيب المباشر لازم يراقب تطور الحالة بانتظام ويشوف مدى تقبل البدن للدواء وأعراضه الجانبية، ويبدل في الدويات إذا لزم. العلاج ماشي يتطور ويولي فيه أكثر خيارات وأسهل في استعماله. العلاج الناجع يخلي الناس المتعايشين مع الفيروس ينجموا يعيشوا عيشة طويلة وعادية وصحية.